التواصل مستمر والانطلاقات مستمرة. تابعنا الشوط الماضي، تابعنا شوط النشمي مع سلطان بن حدي التبي 4:42 وانتقلنا الى شوط جديد. الشوط السابع ينطلق بحفظ من الله ورعايته ويحمل فئة الابكار. نسير مع البداية ما ضمن هذه الجائزة، جائزة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة العين. نسير مع بديعة، بديعة مع المركز الأول، بديعة لخليفة بن سعيد بن حضار الظاهري من يقدم بديعة بمقدمة هذا الشوط، بينما انتقل إلى المركز الثاني. المركز الثاني الوصول من الشاهينية، زايد بن محمد بن حمودة الظاهري قادما يقدم الشاهينية، بينما انتقل الى المركز الثالث الوصول من الشاهينية، سعيد بن محمد الكليل العامري، بينما انتقل الى المركز الرابع الوصول من رابع التحديات هذه الظبي، علي بن سيف بن عصيان المنصوري قادما مع الظبي برابع التحديات. هذه النتيجة متابعينا الاعزاء مشاهدينا الكرام، نتيجتنا نداءنا الاول للأربعة النجوم الذهبية، للأربعة الشعارات الأولى بهذا الشوط. نلتقط هذه الأسماء، نتجول مع الأسماء الخلفية التي لم يحين موعد دخولها، ترقبوها أيضا بكل الامتحان وبالأمتار النهائية. نعود مع المركز الأول. غيرت الشاهينية، غيرت الى المركز الاول مع سعيد بن محمد الكليلي. يا سلام، بدأت تتصدر قائمة هذا الشوط، تتصدر وتبحث عن النقطة الثانية بهذا الصباح بقيادة سعيد بن محمد الكليلي. ركز يا ابو سعيد، عبد بن سعيد الوهيبي من يتابع الشاهينية بهذا الشوط وبهذا الموقع. ووصل الكيلو الأخير، الكيلو الخطير يا متابعين، يا مضمرين، كيلو التحديات، كيلو الرقص. أشوف مع المركز الثاني بديعة مع ثاني التحديات، خليفة بن سعيد بن حضار الظاهري. والمركز الثالث هنالك مياسة، سعد الفرج بن علي بن حمودة الظاهري. وصلت هنالك الشاهينية، زايد بن محمد بن حمودة الظاهري مع المركز الثالث. غيرت للمركز الثاني بهذه اللحظات هذه النتيجة. أعود مع البداية، أعود مع المركز الأول مع الشاهينية مع سعيد بن محمد الكليلي. يا سلام، والعصا دوس، ما حركها ابو سعيد، ما حركها هنا بدون اي اوامر ولا اي تعليمات. مع 400 متر الاخير وصلت الشاهينية، وصلت الشاهينية، زايد بن محمد بن حمودة الظاهري. الوصول من الشاهينية، سيف بن سالم النايلي الشامسي مع ثالث التحديات. يا يا سلام، بدأت الحركة، راح بن حمودة، زايد بن محمد بن حمودة الظاهري. يا سلام، وصلت هنا، عادت الشاهينية بن حمودة الكليلي، بالامتار النهائية، بالامتار
ايضا الاخيره هنا بهذا الشوط الشاهينية سعيد بن محمد كليل العامري المركز الثاني. اتت الشاهينية زايد بن محمد بن حمودة الظاهري بفارغ راس المركز الثالث، هنالك الشاهينية مع سيف بن سالم النايلي شامسي والمركز الرابع. المركز الرابع بديع علي خليفة بن سعيد بالأحضار الظاهري. هكذا متابعين الأعزاء توقيت الزمن 4 دقائق 44.